الحمد لله الكبير المتعال الموصوف بالجمال والجلال المنزه عن الأشباه والأمثال المحمود على كل الفعال القائل وهو أصدق من قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير رسول الله خير الناس حسنا وخير الناس أخلاقا ودينا ومن كمحمد في الخلق حسنا ومن كمحمد في الخلق دينا وما عرف البرايا قط دينا كمن كانت له الأخلاق دينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تحفه الملائكة وتتنزل فيه الرحمات من رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه مجلس علم ومجلس ذكر لله تعالى. أهلا بكم في هذا الأسبوع الثقافي الذي يأتي تحت عنوان حق الوطن، وهو ضمن سلسلة الأسابيع الثقافية التي تبنتها وزارة الأوقاف وتبناها فكرة وتنفيذا ورعاية فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، له كل الشكر على هذه الفكرة البناءة التي تحولت بالفعل إلى فاعلية عظيمة أضاءت بها بيوت الله وأصبحت محط محبة وانتظار من جموع المسلمين. شكرا جزيلا له على هذه الفكرة، وأيضا الشكر موصول لسادتنا وتاج رؤوسنا علماء وزارة الأوقاف الذين يقومون على رعاية هذه الأسابيع الثقافية بكل ترحيب وإقبال منهم، شكر الله لهم وبارك الله فيهم. في لقاء هذا اليوم نسعد بعالمين جليلين كبيرين لهما في قلوبنا وفي قلوب المسلمين وفي قلبي شخصيا مكانة خاصة مرموقة لما حباهما الله من علم ومن فضل ومن أدب ومن مكانة عالية مرموقة. في لقاء اليوم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى نسعد بالمبتهل الشيخ محمد علي جابين، ومعنا قارئا يفتتح هذا اللقاء بآيات الله البينات، القارئ الشيخ ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون يرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون
وسرورا. الأكرم الذي علم
لم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. عشنا إخوة الإسلام والإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القائد الشيخ ماهر الفرماوي، ونرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك. ويسرنا أن يكون معنا حاضرا في هذا اللقاء السادة العلماء الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام المسجد، وفضيلة الشيخ محمد العدل إمام المسجد. أيها الأحباب الكرام، وقد افتتح القارئ الكريم هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة من سورة الإنسان، فحدثنا وحدثتنا الآيات القرآنية المباركة عن هؤلاء الكرام الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا وهذه الآيات هي ملخص دعوة الإسلام في التكافل والتراحم. وموضوعنا في لقاء اليوم هو التكافل والتراحم في الإسلام. تعالوا بنا لنعيش في رحاب السادة العلماء الأجلاء، لنتعلم على أيديهم تفاصيل هذا الموضوع الذي هو من العلامات المضيئة التي أتى بها هذا الدين الحنيف. نستمع الآن إلى كلمة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن مشايخنا في الله وكل من علمنا حرفا في الله، وعن سيدتنا صاحبة هذا المقام نفيسة العلم والعلوم، وعن أولياء الله في السالفين والخالفين. ثم أما بعد، فأشكر إلى الله عز وجل السيد وزير الأوقاف على هذه الجهود المباركة، والسادة قيادات الوزارة، والسادة أئمة مسجد السيدة نفيسة، وأشكر إلى الله تعالى هذه الدعوة المباركة التي سمحت لنا أن نجلس وسط هذه القمة من الأساتذة والعلماء والسادة أئمة الإعلام أيضا، وإلى هذا الحضور المبارك رواد المسجد المبارك السيدة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن هذا الموضوع، موضوع التكافل والتراحم، فهو مستمد من أخلاق الإسلام، وكل خلق وكل وصف كريم محمود إنما هو من أوصاف الربانية. كل خلق كريم وكل وصف نبيل إنما مستمد من أوصاف الربوبية. قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول مولانا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: إنما أراد منك أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. إنما أراد منك أن تتحقق
من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيتي. وأوصاف العبودية هي أوصاف النقص، وأوصاف الربوبية هي أوصاف الكمال. وإنما المطالب به كل عبد في الحقيقة هو أن تتحقق، أي تتخلى عن أوصاف العبودية وتتخلق بأخلاق الربوبية. ألا تراه سبحانه وتعالى يعطيك ويرزقك ثم يرسل إليك من يقول لك اعطني لله؟ انظر كيف نزل منك منزلا وأنزلك منزلا يريد منك فيه أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. ألا تراه سبحانه وتعالى يعطيك ثم يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وربنا بيستلف من حد، والقرض الحسن مش مال فقط. ألا تراه سبحانه وتعالى يطعمك ثم يقول لك في الحديث القدسي يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني؟ يقول كيف يا ربي وأنت تطعم ولا تطعم؟ يقول استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لأطعمتني. ألا تراه سبحانه وتعالى يعطيك العافية والصحة ثم يقول لك يا عبدي مرضت فلم تعدني؟ أنا كنت مريض وأنت ما زرتنيش. يقول كيف يا ربي تمرض ولا أعودك؟ يقول مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني هناك. انظر وتأمل كيف نزل منك منزلا وأنزلك منه منزلا. تتحقق من أوصاف عبوديتك، تتحقق من بخلك وتتخلق بكرمه، تتحقق من فقرك وتتخلق بغناء، تتحقق من ظلمك وتتخلق بعدله، وهكذا في سائر الأوصاف. والتراحم والتكافل صفات ربوبية، هو الذي تكفل لعباده بكل شيء من فرشه إلى عرشه، نعمتان لا يخلو منهما موجود، لا يخلو منهما مخلوق، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أوجدك من عدم وأمدك بكل شيء، لا يخلو منهما مخلوق، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فكل هذه أوصاف وأخلاق الربوبية، وهي تشمل أخلاق كثيرة من الإنفاق، من الإيثار، من العطاء، من التراحم، من العطف، من الشفقة، من أمور كثيرة. والرحمة من أخلاق الله تعالى، من أوصاف الله تعالى، وهي أوصاف الأنبياء والصالحين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عبدا من عبادنا من أخلاق الصالحين والأنبياء، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة، ليس الآيات فقط. ولذلك يقول مولانا المرسي أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه الأنبياء جميعا خلقوا من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ومن دعاء الصالحين دائما بالرحمة، مولانا ابن ناصر الدرعي: يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه ويا مجيب كل من عصاه. في حكاية جميلة في الرحمة والتراحم، والحكايات جند من جنود الله يثبت بها قلوب أنبيائه وأوليائه، وهي أكثر تأثيرا في القلوب من مجرد الأخبار. كان سيدنا حبيب العجم يسير في بعض الطريق فوجد جنازة عاصي، فدخل دهليزا حتى لا يضطر للصلاة عليها. قال: فرآه أحدهم، أحد الصالحين شاف الراجل العاصي ده في المنام، فقال له: ماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. وقال: اذهب وقل لحبيب، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. كيف تتخلق بأخلاق الربوبية؟ من هذه الأخلاق والأوصاف الإنفاق، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تأمل كيف وضع الإنفاق في مرتبة العبادة، في مرتبة قصد وجه الله. ابتغاء وجه الله، والذين صبروا، الصبر ده الإسلام أو الدين، نصفه صبر ونصفه شكر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، شوفوا المقامات العالية، مقامات العبادة، وإيه تاني؟ وأنفقوا، جعل الإنفاق في هذه المرتبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ أنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ده تراحم كل ده وتكافل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الإنفاق مش مال فقط، سعة الصدر إنفاق، العفو إنفاق، التراحم إنفاق، السماحة إنفاق، المحبة إنفاق. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كل هذه تبين إلى أي مدى. والأحاديث كثيرة في الإنفاق: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا منهم. نعم، رجل تصدق، لا تعلم شمال ما أنفقت يمين. شوف إلى أي مدى. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك، تخيل، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: يا ولدي انت ممكن تقول ايه للي قدامك؟ تقول له اقعد وانت مكشر، ممكن تقول له تفضل استريح وانت بتبتسم. هي النتيجة في الحالتين ايه؟ هي الاقعاد. بس اقعد وانت مكشر زي تفضل استريح وانت بتبتسم، ده صدقة، ده انفاق، ده ادب. والدين كله ادب، الدين
كله أدب، ومن زاد عليك في الأدب فقد زاد عليك في الدين. ده الأدب هو أساس العلم، مفيش علم بدون أدب. ده سيدنا موسى لما طلب من سيدنا الخضر العلم دله على الأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الأدب ده مصدر من مظاهر التراحم والتكافؤ، لأنه أساس للتراحم والتكافؤ. ده الإمام محمد بن القاسم رضي الله عنه يقول: صاحبت مالكا 20 سنة، 18 سنة منها كانت في الأدب و2 سنة في العلم، فيا ليتها كانت كلها في الأدب. ده الإمام الشافعي يقول: والله أكون عطشانا فلا أجرؤ أن أمد يدي أشرب الماء هيبة لمالك وهو جالس أمامي. إيه الأدب ده؟ عن هيبة، والهيبة بتبقى أساسها الحب، التعظيم أساسه خوف، لكن الهيبة حب. فده أساس في هذا الدين. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، يعني واحد تايه صدقة، وتبصرك أو بصرك للرجل الرضيء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق، يعني الأذى عن الطريق صدقة. كل ده انفاق. وحكاية لطيفة في الانفاق، سيدنا الحسين كان ماشي معنا مع أهل البيت في مساجد أهل البيت، لأن دي أخلاق النبي وأخلاق أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين كان في بعض الطريق ومعه غلام، فقابله راجل وأعطى له رقعة ورقة، يعني حاجة مكتوب فيها حاجة يعني. فقام سيدنا الحسين بيقراها، لقى كاتب فيها إيه: لم يبق عندي ما يباع بدرهم، يكفيك ظاهر محضري عن مخبري. مكتوب في الورقة كده: لم يبق عندي ما يباع بدرهم، يكفيك ظاهر محضري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صنته من أن يباع فقد أبحتك فاشتري. يعني هو سأله بأدب. فسيدنا الحسين قال للغلام اللي معاه: هات الصرة اللي معاك، فكان فيها 50,000 درهم، فادهاله وكتب له برضو على رقعة كده كلمتين، قال له إيه: عاجلتنا فأتاك عاجل برنا نظرا قليل، يعني عاجلتنا فأتاك عاجل برنا نظرا، وإن أمهلتنا لم نقتري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ماء الوجوه وكأننا لم نشتري. الأدب وهكذا. فدي أخلاق النبوة، وانت مطالب، نحن مطالبون بأخلاق الربوبية، بأخلاق النبوة، أخلاق الربانيين. وفي حديث الوحي، عشان كده شوف أخلاق النبوة، لما حديث بدء الوحي السيدة عائشة بتروي هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الحق في غار حراء، فعاد إلى بيته يرتعد: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فحكى للسيدة خديجة الخبر، وقال لها: خشيت على نفسي. قالت له إيه؟ قالت له: والله كلا، شفت اليقين، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم، هذه الرحمة والتراحم، وتحمل الكل، شفت التكافل، وتكسب المعدوم،
وتقري الضيف تكرمه وتعين على نوائب الحق. أخلاق الربوبية، أخلاق النبوة، من مظاهر هذا الإيثار. الإيثار أنك تقدم غيرك على نفسك. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، جاب في مين دي؟ في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول مولانا الشاطبي صاحب الموافقات: والأصل في المعاملات بين الناس الفضائل، ولا نلجأ للأحكام إلا عندما تنعدم الفضائل بين الناس. الأصل في المعاملات الفضل، ولا نلجأ للأحكام، ما بننزلش تحت الحق وحقك، لا ننزل من الفضل إلى العدل إلا عندما تنعدم الفضائل بين الناس. طب انت تأمل آيات القرآن، أحصاها العلماء، أستاذنا الدكتور ربيع يعني أستاذنا وشيخنا يعني ونتعلم منه، يقول لنا إن آيات القرآن حصروها العلماء 2,6236 آية. ما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام اسمها آيات الأحكام، اللي بيتعلق بالعدل 500 آية، والألفين بقية 6,236 آية في الفضائل، في القلوب، في التصوف، في الأخلاق، هي دي الأساس. قس نفس القياس الأحاديث الشريفة، نفس القياس. الفضل لما يكون عندي شيء فاضل زيادة حدهولك، لكن الإيثار إيه؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده أنا ما عنديش غير اللقمة دي، أؤثرك بها على نفسك. ده أنا ما عنديش غير القميص ده. أدي أخلاق النبوة، أدي أخلاق الصحابة، أدي أخلاق الإسلام. فهذه الأخلاق هي من التراحم ومن التكافل. لما سيدنا عمر رضي الله عنه طعن، وشربوا لبن نزل من مكان الجرح، عرف انه حيموت، فأوصى وقال لعبد الله ابنه: يا عبد الله اذهب الى عائشة، وقل لها ان عمر يقرئك السلام، ثم سلها ان ادفن بجوار صاحبي، فإن أذنت وإلا استدر بي إلى مقابر المسلمين. فرح لها سيدنا عبد الله بن عمر وقال لها، قالت: والله إني كنت قد أعددته لنفسي، ولكني أؤثر عمر على نفسي. الإيثار، تفريج الكربات، تفريج الكرب عن المؤمن. الكرب هو ما يدهم المرء، الإنسان كلنا معرض لهذا، مما يأخذ بنفسه فيهمه ويحزنه. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون، ثم أنتم تشركون. رواية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هي دي أخلاق الربوبية، وهي دي أخلاق النبوة، وهي دي أخلاق الصالحين، وهي دي أخلاق الإسلام التي يجب أن نتخلق بها. كونوا ربانيين
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إنما أراد منك أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. جعلنا الله وإياكم ممن يتخلقون بأخلاق الربوبية، ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وقد أفاض عليه ربنا تبارك وتعالى بلمحات مضيئة في هذا الموضوع، فأشار إلى أن موضوع التكافل والتراحم الذي يجب أن يتحلى به المسلم إنما هو نابع من إيمانه بالله تبارك وتعالى، ونابع من تحليه بصفات الله تبارك وتعالى وأخلاق الله تبارك وتعالى. أيضا أشار إلى أن موضوع التكافل والتراحم ليس مقصورا فقط على بذل الأموال، وإنما يستطيع كل مسلم أن يدلي بدلوه في هذا الأمر، في موضوع التكافل والتراحم بين المسلمين، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالابتسامة، ولو بالدلالة على الخير، إلى آخر ذلك من الأمثلة والنماذج التي يمكن أن نستعين بها ونستضيء بها في حياتنا. موضوع التكافل والتراحم ليس مقصورا أيضا على الأفراد فيما بينه، وإنما هو واجب الدولة كذلك. والحمد لله عندنا مبادرات تقوم بها الدولة في هذا الإطار، عندنا حياة كريمة، عندنا مثلا مبادرة تكافل وكرامة وهي تحمل نفس العنوان، أيضا عندنا مبادرة ابدأ حياة، إلى آخر ذلك. فموضوع التكافل والتراحم فيما بيننا يجب أن يسود بين المسلمين جميعا، بل بين جميع أفراد المجتمع مسلمين وغير مسلمين، حتى ننهض بهذا المجتمع ونحافظ عليه. أيها الأحباب الكرام، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمسنا وغربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي الوزير على هذه اللقاءات الإيمانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. أبدأ بقصة. كانت امرأة تصنع خبزا لأهل بيتها، وفي كل يوم تصنع رغيفا زائدا، وتضع هذا الرغيف في نافذة البيت، وكل يوم يأتي رجل أحدب مقوس الظهر يأخذ الرغيف ويتمتم بكلمات، يقول: ما تفعله من سوء يبقى عندك، وما تفعله من خير يرد إليك. كل يوم هو يأخذ الرغيف ويتمتم بهذه الكلمات. فقالت المرأة في نفسها: سوف أتخلص من هذا الرجل الذي يقول كلاما لا يفهم، أنا أضع سما في الرغيف.
فوضعت سما في الرغيف لكي يأخذه، وبينما هي تخرج الرغيف من النار يدها اهتزت وارتعشت ولامتها نفسها اللوامة فألقت بالرغيف في النار وصنعت رغيفا آخر من غير سم ووضعته في النافذة. وجاء الرجل الأحدب تمتم بهذه الكلمات: ما تفعله من سوء يبقى عندك، وما تفعله من خير يرد إليك، وأخذ الرغيف. وبالليل إذا باب بيتها يطرق، ففتحت الباب فإذا ابنها الغائب من شهور يستند إليها ويكاد يقع، فتقول: ما لك يا ولدي؟ فيقول: والله لولا أن رجلا أحدب رآني في الطريق بعد أن أعياني الجوع ما وصلت إليك. أعطاني رغيفا كان بيده وقال: حقا أنا محتاج إليه، ولكني أرى أنك أكثر احتياجا مني. فأسندت المرأة رأسها إلى باب بيتها وقالت: حقا ما تفعله من سوء يرد إليك يبقى عندك، وما تفعله من خير يرد إليك. سؤال، وبالفلاحي مش باللغة العربية، ربنا عايز منا غير العبادة؟ العبادة هذه حق، عارفين عايزين ايه؟ عايزين نبقى حلوين مع بعض. باللغة الدارجة حلوين مع الراحمون، ها؟ من فرج عن مسلم كربة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. بنجد في صفة الذين معه، صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه، قدم فيها التراحم على التعبد، رحماء بينهم، تراهم ايه؟ ركعا سجدا. فقدمت، لماذا قدم التراحم؟ أظن لأن التعبد شيء خاص بك، ولكن التراحم يتعداك إلى غيرك من أفراد المجتمع. وعظمة الإسلام في تشريعاته أنه يربط بين الأخلاق وبين الإيمان. التكافل حينما تعطي فقيرا أو تعطي مسكينا أو تطعم جائعا، كل هذه الأشياء ليست في باب الخلق فقط، ولكنها تدخل في باب الإيمان. صلوا على رسول الله. كما قال علماؤنا وكما جاء في حديث سيدنا جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه وبره. جاء القرآن الكريم وهو يدعو إلى التكافل الاجتماعي في مكة قبل أن تكون للمسلمين دولة، وربط الله سبحانه وتعالى رعاية المحاويج لهم المحتاجين، رعاية المحاويج أربطها بالإيمان. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ولا يحط. يبقى جعل الله سبحانه وتعالى التكذيب بالدين لمن؟ لمن يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أهل النار في الآخرة ونعوذ بالله منها، يسألهم
أهل الجنة، ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي أدخلكم إلى النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض. فكان السبب أنهم لم يقيموا الصلاة، لم نكن من المصلين. والسبب الثاني أنهم لم يكونوا يقومون بواجبهم نحو رعاية المحاويج في إطعام المساكين. في سورة الفجر بعد أن تحدث الله عن قوم فرعون وعاد وثمود وطغيانهم وتكبرهم وتجبرهم، والتفت إلى أهل مكة، لم يخاطبهم بشركهم أو بكفرهم، وإنما قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هددهم وتوعدهم بسبب عدم رعايتهم للمحاويج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو أو جائع. ليس المهم أن تكون أنت في متعة من العيش، بل المتعة أن تسأل عن غيرك. فالله فضلك كما استمعنا من شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد نعنة، الله فضلك، الله كرمك، الله أعطاك. واليد العليا خير من الإيه؟ وكان من الممكن أن تنقلب الأمور فتكون أنت مكانه ويكون هو مكانك، ولكن الله فضلك، فهل تقوم بواجبك بشكر هذه النعمة، بشكر نعمة التفضيل؟ الآيات التي استمعنا إليها من القارئ: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والثالثة ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم. كم من بيوت مغلقة لقت الأبواب على أصحابها لا يعلم بحالهم إلا الله. اسألوا عن هؤلاء. بعض الناس في الزكاة وفي الصدقة يريد أن يتخلص منها بأي طريق، للمتسولين في الطرقات وفي الشوارع. لا، ابحث واجتهد وصل إلى هؤلاء الناس، وخاصة الذين قال الله عنهم: يحسبهم الجاهل ايه؟ واعلم انه ان الصدقة لا تنقص المال، ما نقص مال عبد من صدقة، ومن فتح بابا فتح الله له ابوابا، ومن انفق انفق الله عليه. واختم حتى الوقت بسيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن جعفر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فكان لا يعقد بيعا الا ويربح، وصفقة اليمين كانت ايضا في العطاء، عطاء للناس. فقيل له يوما: أنت تعطي من يستحق ومن لا يستحق؟ فقال كلمة ما أحوجنا أن نقف عندها، قال:
لقد عودني ربي أن يعطيني، وعودت الناس أن أعطيهم، فأخشى إن قطعت عطاء الناس أن يقطع الله عني عطاء. أخشى إن قطعت عطاء الناس أن يقطع الله عني إيه؟ نسأل الله أن يرزقنا الأخلاق الحسنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وقد حلق بنا في معان عظيمة جميلة جليلة في موضوع التكافل والتراحم في الإسلام، فبين أن العبادة شيء خاص بالمسلم بينه وبين الله تعالى، ولكن المعيار الحقيقي على الإيمان هو التكافل والتواصل والتراحم ومد يد العون بين الناس، فهذا هو المعيار الحقيقي للإيمان. أيضا أشار إلى أن التراحم هو شعبة من شعب الإيمان ودليل عليه، دليل صادق على درجة إيمان العبد ويقينه في الله تبارك وتعالى. فالمسلم الموقن في عطاء الله وفي كرم الله وفي فضل الله وفي ثواب الله هو الذي يبادر إلى إخوانه بمد يد العون بما يحتاجون إليه بقدر ما يستطيع، إن كان يستطيع مالا يقدم مالا، فإن لم يكن فبأي جهد يستطيع. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا معكم في هذا الأسبوع الثقافي، الشمعة التي أضاءها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويقوم على رعايتها، ومعه السادة الكرام علماء وزارة الأوقاف. ما زلنا معكم نقدم فقرات هذا الحفل في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونختتم هذا اللقاء بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين. معطر قلوبنا وأسماعنا بالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمد رحمة
زدنا النبي يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب
قول الله أنت بأعيني مدح يفيك مدح يفيك وهل لنا أن نحمد إن كان كعب قد كسته سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على الحبيب الهادي، يا رب صل على الحبيب الهادي عدد الورى من رائح أو غادي، عدد النجوم وزد عليها مثلها عدد الرمال كثيرة الأعداد، عدد الملائك في السماء وفوقها ما خط لوح المنعم الجواد. صلي صلاة ليس يحصي عدها جن ولا عبد من العباد، صلي على خير الأنام محمد وعلى أئمة آله الأنجاد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب الكرام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك الذي قدمناه لكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وقد سعدنا بصحبة عالمين جليلين كبيرين، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية. سعدنا بحضوركم جميعا في هذا اللقاء وبحضور السادة العلماء الأستاذ الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام المسجد، وفضيلة الشيخ محمد العدل إمام المسجد. شكرا لكم جميعا، ونلتقي بكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.